منظمات المجتمع المدني في تعزيز الجبهة الداخلية في ظل التغيرات الراهنة التي تعيشها المنطقة يأتي في إطار الحرص على مساهمتها في التنمية المحلية خاصة وتعزيز روح المواطنة والمحافظة على الأمن والاستقرار. الناس دروا كراهية وعاد يرجع للجمعيات هادو في التوعية والتحسيس. كنا لازم نتكاتفوا كجمعيات كمجتمع مدني كجيش وطني شعبي كسلطات على لم الشمل والتلاحم. اليوم المجتمع المدني عندما يكون متحالف وعارف كما نقولوا الصلاحيات نتاعو والواجبات نتاعو وخاصة التعزيز مع السلطات الأمنية والسلطات العسكرية بتكامل الأدوار مع خاصة المجتمع المدني. شفنا المجتمع المدني لما تحرك خلال الجائحة على مستوى وطني كيف كانت النتائج. شفنا المرافقة الجيدة والتكاملية الاحترافية اللي كانت ما بين مؤسسات المجتمع المدني، فعاليات المجتمع المدني الحقيقية اللي موجودة في الميدان، وما بين مؤسسات الدولة. المشاركون في الملتقى تطرقوا أيضا إلى ضرورة العمل على تحقيق نهضة اقتصادية في المناطق الحدودية من خلال تضافر جهود الجميع من أجل حماية حدودنا، خاصة في ظل التهديدات التي تعرفها منطقة الساحل. أنتم متأكدون بأن المنطقة تعيش عدم استقرار خاصة لدى جيراننا. العالم كله الآن يعيش عدم استقرار، في حروب من نوع جديد، في حروب تسمى بالحروب الذكية أو بحروب من جيل جديد عن بعد من خلال الإشاعة، من خلال الإشاعة المغرضة، من خلال بث السموم في بعض الأخبار، لكن للأسف الشديد فيه البعض من شبابنا أحيانا حتى دون علم يتناقل هذه الأخبار وينقلها إلى شباب آخر، وهكذا زعزعت أو زعزع الاستقرار في الكثير من الدول. وجب علينا كجبهة داخلية تعزيز مكونات المناعة القومية، لذا وجب البحث عن الآليات والحلول الممكنة لتعزيز الجبهة الداخلية. وفي الأخير خلص المشاركون إلى عدة توصيات أهمها التصدي لكل ما هو قد يشكل عامل عدم استقرار للوحدة الوطنية.